طيب كواليس الفريق في مقر الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة اللي هتنطلق في تمام الساعة 9 مساء، هيقول لنا كل الكواليس طبعا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل المباراة النهاردة. يا فاروق مساء الخير. مساء الخير زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك امير وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يوم سعيد ان شاء الله يا امير على كل جماهير النادي الاهلي النهارده، ونحقق الصعود للمباراه للنهائيه وخطوه مهمه جدا نحو البطوله العاشره بمشيئه الله. يا رب باذن الله. بنتفائل بك يا فاروق، واحد من الناس اللي دايما لما بيكون مع الاهلي بنكسب، فان شاء الله تستمر في القصه دي وتفرحنا النهارده من خلال تغطيه مميزه طبعا للمباراه ما قبل وما بعد، وان شاء الله الاهم الجمهور كله يفرح بنتيجه مباراه اليوم. طمنا يا فاروق، الاستعدادات ايه؟ الحاله الذهنيه الحاله المعنويه عند لاعبي النادي الاهلي اخر الكواليس اللي عندك في الفندق؟ قول لنا. خليني يا امير برضو يعني لن اطيل الكلام فيها، ولكن هي نقطه مهمه جدا كنت انت تطرقت ليها اثناء التغطيه الخاصه اللي عملتها قناه النادي الاهلي لاستقبال فريق الترجي التونسي، وان احنا خلاص نسينا مباراه الذهاب، مباراه صفحه واتقفلت، النهارده مباراه ثانيه جديده خالص، مباراه مختلفه بدوافع مختلفه لفريق النادي الاهلي ايضا لفريق الترجي التونسي. ده الامر اللي كان حريص عليه الجهاز الفني ان هو يوصله للاعبين. ايضا مستر بيتسو موسيماني امير في حديثه بالامس في المؤتمر الصحفي قال احنا حققنا فوز على الترجي في ملعبه هدف، ولكن هذا لا يعني صعودنا للمباراة النهائية، ولكن علينا العمل ان احنا ان شاء الله نفوز في هذا اللقاء. لما سأله احد الصحفيين قال له انت بتلعب على فرصتين، فرصة التعادل تحقيق التعادل او الفوز، قال انا ما عنديش في الكرة احتمالات، انا عندي هدف واحد هو ان انا افوز علشان اوصل للمباراة النهائية. يعني حتى يعني من بعض الامور ايضا لم يتطرق، رفض التطرق تماما للمباراة النهائية سواء مواجهة كايزر تشيفز او مباراة الوداد، قال لسه عندي مواجهة الترجي التونسي. ايضا وجود الكابتن محمود الخطيب في المران الاخير فريق النادي الاهلي، وانت عارف يا امير قيمه وجود الكابتن الخطيب بيوصل اكتر من رساله للاعبين، ان الكابتن الخطيب يكون موجود بدون ما يتكلم او يدي رسائل، اعتقد وجوده بيبقى امر كافي للاعبين. لو هنتكلم بقى يا امير النهارده على كواليس يوم فريق النادي الاهلي، يعني بقى هنقل لك برده كواليس النادي الاهلي، ويعني هقربك ايضا واقرب جماهير النادي الاهلي من خلالك من معسكر نادي الترجي التونسي. خلينا مبدئيا نتكلم على فريق النادي الاهلي النهارده يا امير. تناول اللاعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا، ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة 3 عصرا، ثم في الوقت اللي أنا بكلمك فيه مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضرة الفنية للاعبين، طبعا من خلالها بيعرض التشكيل. طبعا أنت عارف تقدر تقول يا أمير الأهلي والترجي كتابين مفتوحين لبعض، مش هيبقى في تغيير طبعا عن تشكيلات اللقاءين إلا في حدود بسيطة جدا سواء للنادي الأهلي أو لفريق الترجي التونسي. النادي الأهلي عنده أفضلية إن في حالة معنوية، في حالة من يعني ما شاء الله نقول للاعبين مركزة في هذا اللقاء، اللعيبه بتتسابق لنيل شرف ان هم يكونوا موجودين في التشكيل. الامر بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من اختيار ال11 لاعب، لكن اطمنك ان كل اللاعبين في حاله فنيه. مستر بيتسو موسيماني طبعا كان اتكلم مع اللاعبين وعرض بعض اللقطات الفيديو. من الامور المهمه جدا يا امير، ودي كانت نقطه مهمه جدا، ان بعض اللاعبين اثناء عودتنا من مباراه الترجي التونسي على متن الطائره ابرزهم يعني محمد الشناوي كان رفض تماما الحديث عن المباراه النهائيه، قال عندنا مباراه ثانيه وعندنا مباراه مهمه جدا. واعتقد يا امير اللقطه اللي كلنا شفناها وتابعناها من خلال قناه النادي الاهلي ان محمد الشناوي اثناء وجودنا كفريق عمل ان احنا نغطي بعد فرحه الفوز بالمباراه الاولى رفض تماما الاحتفال وقال لك دي لسه عندنا مباراه ثانيه، اعتقد نقطه مهمه. ايضا كان على الطائره اللاعبين بتتفرج على المباراه اللي اتلعبت مع الترجي التونسي واحنا راجعين من طائره العوده من تونس، دي الامور اللي اللعيبه حريص عليها، في تركيز عند اللاعبين، في جلسات مهمه جدا بتتم ما بين اللاعبين، في جلسات فرديه يا امير كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، واللعب على العامل النفسي للاعبين واعداد اللاعبين من الناحيه النفسيه. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هي مواجهه صعبه جدا بتحسمها تفاصيل بسيطه شخصيات اللاعبين، وانا دايما براهن على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول لعيبه كانت عامله يعني جلسات كده منفرده مع بعضها. من الامور المهمه جدا انت عارف يا امير طبعا ان سعد الدين سمير خارج قائمه الاهلي لهذا اللقاء. سعد سمير منذ دقائق حضر لمقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي لمسانده ومؤازره اللاعبين، وموجود حاليا مع اللاعبين يا امير. انت عارف دور اوضه اللبس في النادي الاهلي ودور الكباتن شناوي ايمن اشرف وايضا سعد سمير الكابتن وليد سليمان كلهم ودورهم المهم جدا مع لعيبه النادي الاهلي. اطمنك يا امير على حاله لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه خلاص نسيت المباراه الاولى، بنركز في مباراه اليوم. ان شاء الله تحرك الفريق لملعب الاهلي والسلام هيكون في
تمام الساعة 7. عايز أخدك يا أمير ونروح لتونس أو بالتحديد لمعسكر فريق الترجي التونسي ومعين قبل بس الشعباني. قبل ما نتكلم على الترجي يا أمير برضو عشان أقرب قبل ما نتكلم على الترجي هنتكلم طبعا عنه وتقول لنا كل التفاصيل تتعلق بمعسكر الترجي كمان، لكن أنا عايز يعني اسالك سؤال في ذهن ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي وهو فيما يتعلق بالتشكيل. انا عارف احنا مش عارفين التشكيل بشكل رسمي، لكن عارفين ان كان في حيره شويه بخصوص قفشه يبتدي ولا يلعب نفس تشكيل المباراه اللي فاتت. هل موسيماني يعني استقر بشكل نهائي على التشكيل؟ هل موسيماني اتعامل ازاي في الجزئيه دي تحديدا يا فاروق على مدار الايام القليله السابقه؟ وانا عارف ان انت كنت موجود دايما مع الفريق يعني. بالظبط يا امير، يعني برضو من الامور المهمه جدا يا امير انت اثرت نقطه مهمه جدا، هل هيلعب بثلاثة في نص الملعب ولا هيلعب باثنين؟ عايز اقول لك ان هو جربها اكثر من مره، بس غالبا في اكثر الامور النهارده ممكن يلعب باثنين في دايره المنتصف. ايضا ايمن اشرف انت عارف ان هو واحد من اللاعبين اللي عنده انذارين، ولكن النادي الاهلي بياخد كل مباراه يعني كل مباراه لوحدها بدون ان انت يعني تعمل حساب للمباراه الثانيه، لا انت بتركز في المباراه. يعني دي من الامور ايضا اللي النادي الاهلي ما بيضعهاش في الاحتمالات، ان انت يعني تحاول تبعد لعيب عن التشكيل او تقعده على مقاعد البدلاء تجنبا للحصول على انذار ثالث. الامر ده غير موجود يعني ما بتفكرش في الخطوه اللي جايه قبل ما تخلص الخطوه اللي تحت رجليك دلوقتي. بالظبط يا امير، دي نقطه مهمه جدا. الكابتن سيد الجهاز الفني اللاعبين حريصين على هذا الامر، لكن تقدر تقول التشكيل مش هيتغير كتير عن لقاء الترجي التونسي يا امير. اللقاء الذهاب اللي ممكن يبقى في اضيق الحدود، التبديل هيبقى في مركز واحد بس او مركزين بالكتير قوي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. تمام. فيما يتعلق بقى بالترجي، يعني عايشنا اجواء معسكر الترجي كمان واستعداداتهم للمباراه، وعارفين ان هم جم متاخر، يعني جم اول امبارح بس قبل المباراه ب 48 ساعه، فواضح ان هم كانوا بيستعدوا بشكل مناسب وجيد جدا هناك في تونس قبل ما يوصلوا القاهره. اخر الكواليس بخصوصهم ايه يا فاروق؟ هقول لك اخر الكواليس يا امير، وايضا هننفرد من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي بالتشكيل المتوقع بنسبه تتجاوز ال 99% لفريق الترجي التونسي لهذا اللقاء. طبعا انت عارف معين الشعباني المدير الفني تقدر تقول ترددت بعض الانباء في الاوساط التونسيه وداخل اروقه نادي الترجي التونسي بقرب رحيل معين الشعباني. مباراه النهارده بتضع ضغوط كبيره جدا على معين الشعباني. طبعا في جلسات يعني تمت مع بعض من بعض المسؤولين سواء مع يعني مع المدير الفني نبيل معلول بعد ما فسخ عقده مع المنتخب السوري. بعض بتتردد باقتراب نبيل معلول من قيادة المنتخب من قيادة فريق الترجي التونسي. هي نقطة بتعمل عاملة ضغط شوية على معين الشعباني اللي بيحاول يثبت نفسه النهاردة ان المباراه قد تكون الاخيره لمعين الشعباني. بيحاول يستغل هذا الامر في العامل النفسي ان هو يعد اللاعبين ويجهز اللاعبين ويثبت نفسه ايضا لمسؤولي الترجي التونسي ويبعد خالص عن الضغوط اللي بتتردد عن اقتراب نبيل معلول من قياده فريق الترجي التونسي. فرض ايضا على اللاعبين خلال فتره التواجد في تونس حظر اعلامي، ايضا حظر اعلامي هنا في مصر بيجهز اللاعبين وبيتكلم على النواحي الفنيه والخططيه واتفرج على مباراه النادي الاهلي. ادى بعض التعليمات للاعيبه خط الوسط سواء محمد علي بن رمضان او رؤوف بلغيس او كوليبالي على خطوره حمدي فتحي او خطوره قفشه في حاله لعب قفشه، وكلها امور معين الشعباني بيفرضها ان قفشه قد يكون من الاوراق اللي ممكن تبدا النهارده. لكن خليني اقول لك يا امير على تشكيل فريق الترجي لهذا اللقاء. هيكون في حراسه المرمى معز بن شريفيه، قدامه قلبي دفاع عبد القادر بدران والياس شتي، في اليمين حمدي النجاز، في الشمال محمد علي اليعقوبي، في منتصف الملعب الثلاثي كوليبالي محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بلغيث. هيكون قدامهم ثلاثة: حمدي الهوني، أنيس البدري، خالد عبد الباسط. ده التشكيل يعني أمير بنسبة 99% لفريق الترجي التونسي. لو هيكون في تبديل هيكون تبديل في مركز واحد ومركز قلب الدفاع ما بين خليل شمام أو الياس شتي. دي تقدر تقول يا أمير كل الكواليس الخاصة بفريق الترجي التونسي. أيضا أقول لك يا أمير إن طبعا الاجتماع الفني بالأمس تقرر إن النادي الأهلي هيكون ظهوره بالزي الأحمر، الزي الرسمي للنادي الأهلي. فريق الترجي التونسي هيكون بالرداء الازرق لفريق الترجي التونسي. طبعا انت عارف ان المباراه هيديرها تحكيميا الحكم الكاميروني اليوم نيانت، هيعاونه ألفيس نيبوي ايضا من الكاميرون وكارين اتشيمبونج المساعد الثاني ايضا من الكاميرون، حكم الرابع اريك كوتوجو كاسان ده من الجابون، وهيكون على تقنيه الفار الحكم المغربي رضوان جيد ان شاء الله. يا فاروق بس انا عايز اسالك سؤال اخير قبل ما اختم معاك، وهو فيما يتعلق بالحضور، مين اللي مسموح ليه انه يحضر هذه المباراه يا فاروق من خلال مدرجات استاد الاهلي والسلام؟
يعني أمير نقطة مهمة جدا طبعا. مستر بيتس موسيماني بالأمس في المؤتمر الصحفي قال أنا بفتقد جمهور النادي الأهلي طبعا. وكان نفسي أن اللقاء يكون في وجود جمهور النادي الأهلي. تعرف أن النادي الأهلي كان قدم طلب ولم يوفق في الحصول على موافقة بدخول الجماهير، لكن يعني الأمور أو الأعداد اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني لن تتجاوز 100-150 فرد يكونوا موجودين في أرض الملعب. أيضا هيكون في تيسير لدخول بعض أفراد الجالية أو البعثة الإعلامية المرافقة فريق الترجي التونسي، كما تم التعامل مع النادي الاهلي هناك في ملعب حمادي العقربي برادس. تقدر تقول ان الامور التنسيقيه سواء من حضور الجماهير بتتم على افضل ما يكون، وانت عارف ان دي نقطه دايما النادي الاهلي بيتفوق فيها. أكيد يا امير. اكيد. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا من مقر اقامه الفريق، وطمنا بشكل كبير جدا على كل الاستعدادات اللي بتتعلق بمباراه النهارده، سواء بخصوص معسكر النادي الاهلي او حتى بخصوص معسكر الترجي التونسي. خلينا نكمل ترند الأهلي وبعض الأخبار اللي بتتعلق بالفريق، ونروح لإيه؟ نروح للحساب الرسمي يلا كورة على تويتر، واللي بيقول وليد سليمان هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي والترجي. وليد سليمان جاب في الترجي 3 أهداف، هو أكتر لاعب سجل أهداف في المواجهات دي سواء من الأهلي أو من الترجي. يعني وليد أزارو لاعب الأهلي هدفين، سعد بكير لاعب الترجي السابق هدفين، يانيك نيانج هدفين ايضا في النادي الاهلي، وطه ياسين الخنيسي الموقوف ايضا هدفين. طيب خلينا كمان ناخد اخر خبر بيتعلق بمباراه اليوم من حساب في الجول على فيسبوك، بيقولوا احذر يا اهلي، وده مهم قوي. احصائيات تاريخيه تنبه لصعوبه الاياب ضد الترجي، في 16 زياره سابقه نجح الترجي في زياره شباك خصومه في 9 مناسبات، وخمسة من أصل تلك المناسبات التسعة كانت ضد الأهلي نفسه، فلازم ناخد بالنا. كلها تحذيرات وأمور غاية في الأهمية. إن شاء الله خير وربنا يستر، وبإذن الله الأهلي يفرحنا النهاردة. هروح لفاصل سريع.